بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان التوبة. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، منه المبتدا وإليه المنتهى والمآب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل من تعبد لله وأناب، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، وأن في ذلك فائدة لمن أراد أن يذكر الله ويعبده ويشكره ويقوم بحقه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي، فإنها مراحل نقطعها إلى الدار الآخرة حتى تنتهي بنا إلى آخر سفرنا. وكل يوم يمر بنا فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا من الآخرة. إخواني، ألم تروا إلى هذه الشمس؟ كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. ألم تروا إلى هذه الشهور؟ تهل منها الأهلة صغيرة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت في النقص والاضمحلال. وهكذا عمر الإنسان سواء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام؟ فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سراعا فينصرم العام كلمح البصر، فإذا هو في آخر العام. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد هجم عليه الموت. يؤمل الإنسان بطول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مقبلا جديدا. فلتشعر ماذا أودعنا في العام الماضي، وماذا نستقبل به العام الجديد؟ ليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتوب إلى الله تعالى وليتدارك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل وقبل فوات الأوان، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليها إلى الممات. فاتقوا الله يا عباد الله، خذوا من تجاربكم وتصرم الأيام والأعوام عبرة ودرسا، يذكركم بأن لكل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى بداية ونهاية. ففي هذه الأيام يطوى سجل عام هجري ويختم عمله، فليقف كل منا مع نفسه وقفة قصيرة محاسبا لها ماذا أسرفت في عامها الماضي، فإن يكن خيرا ازداد، ولا شيء خير من الخير إلا ثوابا، وإن يكن غير ذلك أقلع وتاب وأناب، فلا شيء شر من الشر إلا عقابه. وإنما تمحى السيئة بالحسنة، ليقف كل منا مع نفسه هنيهة من الزمن ليسألها عن موقفها من فريضة الصلاة، وماذا عملت في أداء الزكاة، وأين هي من المحافظة على حقوق الناس، ومن تمسكها بالصدق والوفاء وكريم الأخلاق ونبيل الفعال، ليسألها عن شعورها عند ذكر الكبير المتعال، ليسألها عن كسبها الحسي والمعنوي، أهو حرام خبيث أم هو مما أحل الله من الطيبات. عباد الله، ليحاسب كل منا نفسه، فنحن اليوم أقدر على العلاج منا غدا، وما ندري ما يأتي به الغد. علينا أن نحاسب أنفسنا، فنعم الختام لعامنا بالحساب الدقيق والتوبة النصوح والعزم الصادق،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخواني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وليست التوبة مجرد قول باللسان من غير تخلٍ عن المعاصي، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وإنما التوبة الصادقة ندم على ما مضى من الذنوب وإقلاع عما كان عليها من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله تعالى بإصلاح العمل، ومراقبة لعلام الغيوب. فحققوا الإيمان والتوبة، فعلينا أن نحقق الإيمان والتوبة، فإننا في زمن الإمكان أيها المسلمون. هذا العام الهجري الجديد الذي شع نوره تستفتح به صفحات بيضاء من صفحات الحياة، لا يدري أحد ماذا سيسطر فيها إلا الله. فطوبى لعبد اغتنم فرص هذه الأيام بما يقربه إلى مولاه، طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب المعاصي، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، طوبى لعبد استدل بتقلباتها على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وبيان ذلك أن في الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت القوة وفترت العزيمة، وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال، وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه ولعياله، وفي الفراغ استعداد للعمل وقدرة عليه، فإذا اشتغل الإنسان لم يتمكن من العمل ولم يتهيأ له، وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان. فاتقوا الله أيها المسلمون فيما تستقبلونه من صفحات بيض، لا تلوثوها بالشر ولا تودعوها إلا خيرا. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، إن المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الحياة قبل الممات. وجاء في الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا. عباد الله، اعتبروا ما بقي من أعمالكم بما مضى منها، واعلموا أن كل آت قريب، وأن كل موجود منكم زائل، فابتدروا الأعمار. وخير ما أحثكم عليه وأوصيكم به ونفسي تقوى الله، تقوى الله تعالى، وتذكر ما أسلفنا تذكرا يدعونا إلى التوبة من قبيح الفعال والإنابة الصادقة إلى ذي العزة والجلال. يقول الله جل شأنه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات، واعذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق والطغيان، وهب لنا الخير والسعادة والأمان، واعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في القرآن، وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حاسبوا أنفسكم، فإن المحاسبة للنفس تدعو إلى إصلاح ما فسد منها وتدارك ما فرط منها، حاسبوا أنفسكم لتعلموا مدى ربحكم وخسارتكم. وإذا كان أصحاب الأعمال التجارية في دنياهم يضعون حسابا لأموالهم، يعرفون من خلاله ربحهم وخسارتهم كل عام مالي، يضعون ميزانية لهم في كل عام مالي، فجدير بالمسلم وهو في آخر عامه الهجري أن يحاسب نفسه وأن يجدد توبة النصوح. علينا أن نجدد التوبة النصوح لله عز وجل، فنتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والموفق للتوبة قد وفق للخير، والله سبحانه وتعالى ذكر في صفة المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي، فقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. التوبة النصوح يا عباد الله ليست قولا يقولها الإنسان بلسانه، ولكن التوبة النصوح إقلاع عن المعاصي وتخلل عنها. فإذا كنت متلبسا بالتعامل بالربا لا بد أن تتخلى عن الربا حتى تتوب. إذا كنت تعق والديك لا بد أن تبر والديك وتتخلى عن العقوق. إذا كنت قاطعا لرحمك تتخلى عن قطيعة الرحم. إذا كنت تأكل رشوة، إذا كنت تتأخر عن صلاة الفجر أو تتساهل بصلاة الجماعة أو تؤذن الناس بلسانك أو تغتاب الناس أو تنم عليهم أو تعتدي على أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم، لا بد أن تتخلى عن المعصية حتى تصح التوبة. أما أن يدعي الإنسان التوبة وهو متلبس بالمعصية فليس التوبة. شرط آخر وهو أن تندم على ما مضى وتتأسف وتتحسر، ليكون في قلبك ندم وتأسف على ما مضى. أما إذا كنت لا تندم على المعصية فإنك تكون محبا للمعصية مستمرئا لها وليس التوبة. وشرط ثالث وهو أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى المعصية مرة أخرى. تعزم عزما جازما على أنك لا تتعامل بالربا، على أنك لا تغتاب الناس، على أنك لا تغش، لا تخادع، لا تراضي، لا تعق والديك، لا تعتدي على الناس في دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، لا تؤذي الجيران. تعزم عزما جازما على أنك لا تعود إلى هذه المعصية. ثم أيضا شرط الرابع وهو أن ترد المظلمة إلى أهلها. إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن تسلم نفسك إلى من اعتديت عليه حتى يقتص منك أو تعطيه مالا أو يصفح عنك. وإن كان مالا لا بد أن ترد المظلمة، وإن كانت المظلمة مالا لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها وتوصلها إلى أصحابها. وإن كانت عرضا لا بد أن تستحل لهم منها أو تستغفر لهم بظهر الغيب حتى تصح التوبة، ولا بد أن تكون التوبة قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا كان وجدت هذه الشروط فإنها توبة النصوح. هذه هي التوبة النصوح الذي يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، والتي أهلها هم أهل الفلاح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه هي التوبة النصوح، هذه هي التوبة الصادقة، هذه هي توبة المؤمنين الصادقين التي تستكمل هذه الشروط. أما الذي يتوب بلسانه وقلبه معقود على المعصية فهذه توبة الكذابين، يتوب بلسانه ولكنه مصر على المعاصي، لا يقلع عنها ولا ينزل عنها ولا يرد المظالم إلى أهلها ولا يندم على ما مضى منها ولا يتخلى عن العصيان. هذه ليست توبة، هذه ليست توبة صادقة ولكنها توبة الكذابين. فاتقوا الله عباد الله، علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نقلع من جميع ذنوب المعاصي وأن نحاسب أنفسنا وأن نؤدي فرائض الله كما أمر الله وأن نؤدي الواجبات وأن ننتهي عن المحرمات
وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل. ثم على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة ونوافل العبادات، وعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يتدبره وأن يعمل بهذا القرآن وبالسنة النبوية. علينا أن نتدبر كتاب الله ونتفهم معانيه ونتحاكم إليه ونحكمه في كل شأن من شؤونه حتى نكون أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيرهم، اللهم ولي على المسلمين خيرهم، اللهم ولي على المسلمين خيرهم، وابعد عنهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها، انك على كل شيء قدير. اللهم وابر لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم صل على الخير وائمه الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاه الى سبيلك والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان. اللهم صل اخوانا المجاهدين، اللهم صل اخوانا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك واعزاز دينك في كل مكان. اللهم صل على اعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم. اللهم عليك باعدائهم والكفره فانهم لا يعجزونك، اللهم اشتد ضغطتك عليهم، اللهم شتت سملهم واقذف الرب في قلوبهم وخالف بين قلوبهم وكلمتهم واجعلهم غنيمه للمسلمين ومزقهم كل ممزق يا ذا الجلال والاكرام يا حي وقيوم. اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم ادن عليه دائره السوء وانزل عليه بعثك الذي لا يرد على القوم المجرمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاكرين لكم تعاونكم مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب: 4455995. فاكس: 4455146. www.sh_rajhi.com